تأجير ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 في مصر، زوروا الويب سايت بتاع ماكرومانيا عشان تتعرفوا أكتر على طريقة التأجير والاشتراك، وما تنسوش تستخدموا الكود SK Production زي ما هو واضح قدامكم عشان تاخدوا ديسكاونت على اللعب اللي هتأجروها. مع نزول فيلم The Amazing Spider-Man 2 كان متوقع ان احنا نشوف لعبة ليها علاقة بالفيلم، وده نفس اللي حصل في 2012، واللعبة وقتها كانت متواضعة جدا، لا هي وحشة ولا هي حلوة. وانا شخصيا من كتر الملل وقتها جبت كل الاتشيفز بتاعتها، اللي هو كانت لعبة مقبولة بالنسبة لي الصراحة. كام سنة اللي فاتوا شفنا اجزاء كتيرة من سبايدر مان، فيها اللي كان مستوى مش قد كده، فيه اللي كان ظريف، لكن بدون مبالغة وبالنسبة لي انا شخصيا اجزاء بلاي ستيشن 1 و2 هيفضل الاحسن. انما ذا اميزنج سبايدر مان 2 للاسف الشديد بسلت ليه في اليومين اللي فاتوا تجربه مش ظريفه تماما. قصه اللعبه بقى ممكن نوصفها بوصف بسيط، وانها مشتته. القصه ما عرفتش انها تركز على جوانب احداث بشكل مناسب، ولا عرفت انها تقدم ربط كويس ما بين الاحداث ديت. من اول بقى ما بنشوف بيتر باركر او سبايدر مان بيحاول يوصل لمين قتل عمه، لحد ما بنشوف بقى احداث مرتبطه بالفيلم الجديد، وعرض بقى الاحداث دي نوعا ما بيخليك مش عارف هي ايه علاقتها باللي بيحصل عامه، وهي بتحصل ليه اساسا. زي مثلا عرض بدايات شخصيات زي الكترو او جرين جوبلين مثلا، واساس الاحداث اللي بتتبني عليها القصه المشتته دي هو التعاون ما بين اوسكورب انكوربريشن وكينج بين، وانت بقى بتحاول انك انت تعرف ايه اللي كينج بين عاوز يعمله مع اوسكورب انكوربريشن. وخد بقى عندك كميه احداث زي ما قلت في الاول مشتته، ما تخليكش فاهم اللي بيحصل، وبشكل عام خلت القصه ضعيفه جدا. وغير كده بقى ظهور لكميه قليله من الفيلنز اللي يكاد يكون توظيف ادوارهم سيء ومتكروت، زي بلاك كات والكترو، او فيلنز ادوارهم كانت ممكن تبقى احسن من كده زي كينج بين، وفيلنز تانيين مش عاوزين نجيب سيرتهم عشان السبويلرز. بس اتاكد لو انت فان للكوميكس هتسال سؤال اللي هو ايه اللي جابكم هنا. الفيلن الوحيد اللي ممكن في اللعبه كان دوره كويس الى حد ما هو كريفن. واللعبه من ناحيه عرض الحوارات كان فيها نظام زي لعب الار بي جي اللي بتعملها باي وير، وهو كونفرسيشن سيستم من خلاله بتختار انت عاوز تسال ايه او تقول ايه. ممكن نقول بقى ان النظام ده ما كانش ليه اي لازمه تماما، وتنفيذه كان سيء، لان مثلا في اختيارات انت ممكن تختارها تلاقي ردود الافعال منك او من الشخص اللي انت بتكلمه متناقضه مع بقيه الاختيارات، اللي هو يعني الكلام ده كان ممكن تنفيذه من خلال كات سين عادي جدا كان هيبقى احسن. من ناحيه الجيم بلاي بقى زي ما قلت في الاول، الجزء بتاع 2012 كان متواضع جدا، وخلاني قلت هو تقريبا مش هيبقى فيه مستوى اقل من كده تاني، بس الحقيقه فيه مستوى اقل من كده بكتير، وده اللي ظهر في الجزء التاني دوت. واول حاجه بقى عندنا الكومبات، لعبه ببساطه شديده بتعيد تاني نفس فكره الكومبات سيستم اللي بيقلد الجيمز بتاعت باتمان اركام، اللي هو المعتمد على انك انت تقعد تمشي في زرار السكوير على بلاي ستيشن او الاكس على الاكس بوكس، وتقعد تصد في اي ضربات بتيجي ناحيتك، وتقعد تعمل دوجنج، واول ما تشوف السبايدي سنس اشتغل فوق راس سبايدر مان. اي حد هيجي يقوله في الاول ان الكومبات شكله ظريف والانيميشنز حلوه جدا وممتعه، ودي حقيقه، بس لحد ما تدرك حقيقه ان تقريبا الانيميشنز في اللعبه محدوده جدا، وهتفضل تشوف شكل واحد منها طول اللعبه، بالاضافه انها ما اختلفتش عن الجزء اللي فات تماما. سبايدر مان زي اي جزء عنده الابجريدز اللي بتطور من ادائه، بس السكيل تري هنا بقى تكاد تكون بتقدم حاجات قليله جدا، يمكن ما تجيش 10% من اللي احنا شفناه في سبايدر مان ويب اوف شادوز، وقليل لما تلاقي حاجه مفيده في اللعبه. يعني انا عملت ابجريد للاخر للكاتابولت او وات ايفر اسمها ايه، ولقيت ان انا قليل جدا لما استخدمتها، وقفلت اللعبه وما استخدمتهاش الا مرتين. البوس فايتس في اللعبه بقى كانت محبطه بشكل كبير جدا. الوصف الامثل ليها انها روتين، كل بوس فايت ليها روتين معين مطلوب منك انك انت تعمله، ومعظم البوس فايت شبه بعض بشكل كبير، تقعد تضرب فيه لحد ما يعمل اكشن معين، ابعد عنه وارجع له تاني وافضل اضرب فيه وخلاص. البوس فايتس ممله جدا وما فيهاش اي نوع من انواع الابتكار. حركتك بقى في المدينه نفسها من خلال الويب سلينجينج مفروض انها ما اتغيرتش بشكل كبير عن الجزء اللي فات، يمكن اضاف لها حبه انيميشنز جديده زي الوور راننج، بس برضه زي الكومبات سيستم هتلاقي انيميشنز حلوه وظريفه في الاول، بس هتفضل تعملها بشكل ممل جدا طول اللعبه، ده غير السهوله المبالغ فيها لما تيجي تستخدم الويب براش. وويب اوف شادوز برضه اللي نزلت الجيل اللي فات قدمت حاجه احسن من كده بكتير. بين الكومبات سيستم بقى والحركه وسط المدينه، اللعبه قدمت عيوب متنوعه تانيه كتير. اول حاجه عندنا الجليتشات، اللعبه مع باقي جليتشات هتأثر على الاكسبيرينس بتاعتك سواء بقى في الكومبات او الحركه. بعدين تاني حاجه عندنا الكاميرا، ودي يمكن تكون عيب من الجزء اللي فات بس بقى اسوأ اكتر واكتر هنا. الكاميرا هنا بدون مبالغه بتجيب كادرات مستحيل انك انت تعرف تلعب اللعبه من خلالها، وفي الكومبات بقى لازقه في سبايدر مان بشكل مزعج جدا، تخليك مش عارف الانيميز من حواليك بيتحركوا ازاي. وكمان عيب بيظهر في حته ان اللعبه اوبن وورلد، المدينه اللي انت بتتحرك فيها اللي هي مانهاتن ميته،
ما فيهاش اي حيويه باي شكل من الاشكال. الناس اللي ماشيين في الشارع مملين جدا. ده غير كده ان كميه اللودنج سكرينز في اللعبه كتيره جدا بشكل ممل وساعات بتطول شويه. لما تيجي تخش في اي مكان هتلاقي لودنج سكرين، لما تخلص اي ميشن هتلاقي لودنج سكرين، حتى مع السايد ميشن اللي انت بتوقف فيها جريمه بتحصل بيجيب لك زي خبر في التلفزيون عنك وبيبقى في منتهى الازعاج، بس الغرض منه انه يغطي على ان في لودنج سكرين شغاله واللعبه بتستمر معاك كمين ميشنز على الاقل 4 ساعات. ده غير ان اللعبه من كتر ما هي سهله جدا، اصعب حاجه اللي هي السوبر هيرو ديفيكولتي هتلاقيها برضو سهله جدا لو عرفت تستغل الدوجينج صح. وعشان تضيف عمر اللعبه وقت اكتر، اللعبه بتقدم كميه سايد ميشنز ممله جدا، في كل ميشن من كل نوع بتعمل نفس الكلام، وده ينطبق بشكل كبير على الميشنز بتاعت المطاردات، او ممكن تلاقي ميشنز انك انت بتنقذ ناس من حرائق ودي بتبقى مستفزه والليفل ديزاين فيها سيء جدا، ومطلوب منك تنقذ الناس في وقت محدد، ونوعا ما بتبقى الميشنز دي تعجيزيه شويه. وكميات بقى من المهمات التانية اللي بتشترك في عيب التكرار. في نوع من المهمات يمكن شخصيا دي شدت انتباهي اكتر، وهي الراشن هايد اوتس، ودي بتبقى في نهاية كل واحدة بيديلك زي اوتفيت كده لسبايدر مان، فدي كانت عندي فضول ان انا اقعد اجمع الاوتفيتس دي. مع سايد ميشنز بقى كان في حاجه زي موراليتي سيستم كده، او حاجه بتحدد سمعتك في وسط نيويورك، والتالت مره بنجيب سيره ويب اوف شادوز، الموراليتي سيستم اللي كان فيها افضل من كده بمراحل. الفكره بقى ان السيستم ده بيحدد انت هيرو او مينوس على اساس بقى انك انت بتعمل السايد ميشنز المزعجه دي ولا لا. ولو بقيت بقى مينوس جهز نفسك بقى لشويه مواقف مزعجه من التاسك فورس الموجودين في وسط منهاتن. بعد كده بقى بالنسبه للجرافيكس، وهنا بقى سؤال لو لا بيطرح نفسه، هي ليه اللعبه اوت ديتد بالشكل ده؟ ليه التكتشرز في اللعبه دي ممسوحه وما فيهاش اي تفاصيل بالمنظر ده، وكل الجيم بلايز اللي قدامكم دي من على بلاي ستيشن 4؟ ايوان كل ده من على بلاي ستيشن 4. اللعبه واضح جدا انها منقوله زي ما هي من نسخه الجيل اللي فات للجيل الجديد بدون اي تغيير. حتى يعني الجيل اللي فات عنده قدره على انه يشغل جرافيكس انضف من كده بكتير. حركه الرشوش في اللعبه وتفاصيلها كانت حاجه اقرب لتماثيل الشمع، والاضاءه في اللعبه تقليديه جدا. الدرو ديستنس في اللعبه ما كانش حلو، لان على مدى بصرك هتلاقي فيه زي بلور افكت على المباني من بعيد، وبيفكرني بالحركه اللي عملتها يوبي سوفت مع نسخه الجيل اللي فات من اساسن كريد، لما حطت على المباني والمناظر من بعيد زي شبور عشان تخفف الحمل على اللعبه وتخفي التفاصيل اللي مش قد كده. طبعا بقى عيوب اللعبه مشتركه بين الجيل القديم والجيل الجديد، ونسخه البي سي ليها حاله خاصه مع بورت سيء جدا. انا شخصيا جربت اللعبه على جهاز بتاع صديق ليا معمول فيه اس ال اي ال2 جي تي اكس 680 ال4 جيجا بايت مش الاثنين بتاع اي في جي اي، وبعد معاناه مع اللعبه عشان مش بتعمل سبورت للاس ال اي، ممكن نركن اللعيب ده على جنب عشان ده للمبذرين فقط، ولقينا ان اللعبه فريم ريت بتاعها سيء جدا. اللعبه تقريبا ما فيهاش اي نوع من انواع الاوبتمايزيشن. من ناحيه الاصوات اللعبه ما فيهاش حاجه مميزه الصراحه، فويس اكتنج ساعات بيبقى في بعض الاحيان متواضع، وساعات بيبقى ظريف مع شخصيه زي كريفن. في جليتشات في الصوت، توزيعها ما كانش حلو في بعض المواقف، الاصوات تقعد تخش في بعض. الساوند تراك ما كانش فيه تنويع بشكل كافي، يمكن حاجه واحده بس تقعد تعيد في نفسها بتونز مختلفه. ونوصل بقى للحكم النهائي ان للاسف ذا اميزنج سبايدر مان لعبه جابت اخري من الجيمز بتاعت سبايدر مان بشكل عام. مستوى الجيمز بتاعت سبايدر مان بيقل اكتر واكتر مع مرور الوقت. اللعبه جايز ناس تقول ده عشان مثلا انها لعبه معموله على فيلم، بس بجد لحد كده كفايه، لان سبايدر مان كسوبر هيرو محتاج لعبه تليق بيه زي اللي حصل مع باتمان كده. حبه وقت وافكار ممكن يطلعوا لعبه حلوه جدا. ذا اميزنج سبايدر مان لعبه يا ريت الافكار اللي فيها فقيره وبس، ده يضاف على كده تنفيذ سيء مليان جلتشات ومشاكل كتير جدا، والجرافيكس اقل بكتير من المتواضع، وقصه صراحه ما شدتش انتباهي طول ما انا بلعب خالص.